مدرب ريال مدريد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي يفاجئ المغاربة ويفرح المغاربة بما قالوا عن النجم المغربي إبراهيم دياز بعد تواجده في معسكر المنتخب المغربي. فماذا قال كارلو أنشيلوتي عن الإضافة العظيمة التي سيقدمها دياز لكتيبة أسود الأطلس، وماذا قال عن الاستقبال الاستقبال الأسطوري لنجمه المغربي في المنتخب المغربي؟ ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا، الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. تحدث اليوم مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي وأكد أن إبراهيم دياز سيكون إضافة كبيرة جدا 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 للخط الهجومي للمنتخب المغربي، وتغنى كارلو أنشيلوتي بنجمه المغربي في ريال مدريد قائلا: دياز يعتبر من أفضل لاعبي ريال مدريد لهذا الموسم، لدي إمكانيات كبيرة، لا أبالغ إذا قلت أنه من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي. أما عن الاستقبال الأسطوري من الجماهير المغربية لدياز فور وصوله للمغرب، قال كارلو أنشيلوتي: دياز يستحق كل الحب من المغاربة، إصراره على تمثيل المنتخب المغربي رغم ضغوطات الاتحاد الأسباني يجب أن تجعله معشوق المغاربة الأول، أتمنى التوفيق لنجم دياز في قيادة منتخب بلاده المنتخب المغربي الكبير نحو كل شيء جميل خلال الفترة القادمة.